أن التحام التجربة الوحدوية بالاشتراكية حول القومية العربية إلى حركة تقدمية ذات مضمون اجتماعي. الشعب لم يقف أبدا عن الكفاح، كافح دايما. على مر السنين عندنا شهداء قتلوا، هؤلاء الناس هم رمز للمواطن المصري الطيب الشجاع القوي الصبور الذي يشعر بعزة النفس. لا بد للشعب أن يحصل على حقه بالثورة طالما هو يعاني الضغط والكبت، وطالما هو يعاني من الرجعية التي تسلب الأموال والتي تسلب عمل الشعب. لما بنقول يسقط الاحتلال ويسقط الاستعمار ويحيا الاستقلال، ايه معنى هذا الكلام اللي كنا بنقوله؟ معناه ان احنا نريد ان نتحرر لنغير بلدنا، واننا اذا اردنا ان نغير هذه البلد فانما يكون التغيير لصالح هذا الشعب العامل. طبعا احنا قواتنا المسلحة هي اللي بتحمي النهاردة التجربة الاشتراكية، وهي اللي بتحمي الثورة الاشتراكية. يوم ما يحطموا القوات المسلحة اذا لن يكون هناك امكان لان نقيم العدالة الاجتماعية ونقيم التحويل الاشتراكي. بعد ثورة اليمن برضو كانت حالتهم عصبية، خايفين على مصالحهم، خايفين على البترول، خايفين على مستعمراتهم في الجزيرة العربية، مستعمرتهم في عدن، مستعمرتهم في الجنوب العربي المزيف. عارفين ان الاستعمار لابد ان يلفظ انفاسه. قواتنا العربية اللي موجودة في اليمن ستعمل على القضاء على كل عدوان، ثم ستعمل ايضا على القضاء على قواعد العدوان. الرجعية بتجرب كل الاسلحة، ولكن الى اين المفر؟ لا مفر للرجعية من الاشتراكية والعدالة الاجتماعية. اشتراكية شريعة العدل، شريعة الله، تمنع الاستغلال وتمنع الاستبداد، بيقولوا الدين وبيقولوا الالحاد. طب ايه دخل الدين والالحاد في سف اموال المسلمين؟ الفقراء ليهم الجنة. الفقراء ليهم الجنة، والفقراء دول ما لهمش نصيب في الدنيا، نصيبهم بس في الآخرة. هم عايزين أيضا نصيب صغير في الدنيا، ويديكوا أصادوا نصيب في الجنة. إن الرجعيين وأعوان الاستعمار والصحف المأجورة بيقولوا الله، طب ما بتعمل جيش ساكت ليه؟ ما تروح تحارب فلسطين ورد أرض فلسطين والأرض السليمة. قلت لهم هنا ان احنا ايه اللي خلانا ضعنا في فلسطين سنة 48؟ اللي خلانا ضعنا في فلسطين سنة 48 ان احنا دخلنا واحنا بنقول وحدة الصف، فكانش فيه وحدة هدف، كان فيه خيانة، وكان فيه عملاء للاستعمار، وكان فيه رجعية، وكان فيه ناس بتاخد اوامر من لندن. قلت لكم السنة اللي فاتت رد على هؤلاء الناس، قلت ان احنا ان شاء الله هنروح، ان شاء الله سنكون قادرين على تحرير الارض السليبة في فلسطين بعد ما ننظف جبهتنا الداخلية، بعد ما نخلص من الرجعية المتآمرة مع الصهيونية والاستعمار.